انا ما عنديش مشكله مع الزهر. حطام اسمح له، ثاني واحد اسمح له، والاخر اسمح له، والاخر اسمح له. احنا حركه. انت من جهه تبكي على الفوت، ومن جهه تقول لي بلا ما نفوتيو. ان يقاطعوا ويعلنوا تمردهم على من يحكم العباد بغير شريعه الله. ما عنديش مشكله مع علي بالحاج. كل واحد من بنتي. كيف الشيخ علي بالحاج يخلط؟ حاشاكم وتقدس سركم. داروا هذو الابرياء رجل انت وحف وقطعين. يضرب لحمه بلا لم لن يتردد دقيقه في ذبح غيره. يعني اثاره قال يا اخي. السلام عليكم. عبد الله بن نعوم غادى هالحال على الفيديو الاخيره وقال كلام دوك نسمعوه مع بعض. اولا الفرق بيني وبينك يا سي عبد الله هو اني نقول كل الحقيقه وليس انصاف الحقائق كما انتم، لاني غير مرتبط بصفه مباشره باحداث التسعينات، ولو انه كامل الشعب الجزائري تاثر بهذيك الحقبه، لكن نهملوا هذا الجانب. انا ماني ضحيه للنظام، ماني ضحيه لكم، ما عندي لا من قريب ولا من بعيد صله باي احد من ضحايا العشريه، وما تقدرش تقول عليا استئصالي. انا انسان معتدل، لا الى اولاء ولا الى هؤلاء، محافظ، وهذا الشيء اللي يجمعني بكم. ولو اننا مؤخرا شفنا اللي يديروه اللي محسوبين عليكم ما داروش حتى الملاحده، ووطني، وهذا الشيء اللي يجمعني بالنظام. طبعا لست اهلا ليحكم لك ولا عليك، لكن عندي شهاده وراي نقولهم، ولا أخشى مع الله لومة لائم. نعم انتقضيت سنتين سجن بسبب قانون مجحف، لكن مش في حقك، لا، لأنك أنت أول المستفيدين. مجحف في حق عائلة الضحايا اللي يوكلوا ربي عليكم في كل ما يتفكروا حبابهم. حطام اسمح له، ثاني واحد اسمح له، والاخر اسمح له، والاخر اسمح له. احنا حركه، ماشي هو حركه، احنا اللي حنا حركه، ماشي هذا الوئام. الوئام كيرو كي يخرج لي تيرو، وحنا نشوفو كي يجي واحد يقوي يتيرو يقتلك، ولي تقول تسكتي تشوفي وتسمحي له. انفس بنادم مجحف في حق اصحابكم اللي ماتوا، لانهم لو كان عرفوا بلي حطاب ومرزاك راحين يولوا مركانتيه وواجهات كون قعدوا هما تاني علاش يموتوا. مجحف في حق الناس اللي الى يومنا هذا ما زالت في الحبس، وبالرغم من انكم سمحتوا فيهم نهار سنيتو، ما كانش اللي خونكم، ما كانش اللي قال عليكم بعتوا القضيه. ولما يدخل مواطن بسيط لا حول له ولا قوه مقارنه بكم اللي كنتم تملكون سلاح يخونوهم. في نفس الوقت ايضا لما تدخل اختكم الفاضله الحرة اللي شبهت روحها بممثلة إباحية تجيكم عادي. فهمونا واش من هي معاييركم برك، واش هو الميزان اللي راكم توزنوا به. بصح كيف لنا أن نخون الشيخ عبد الله الحر، الراجل اللي ما يتشراش من قبل النظام، بصح يتشرى من قبل العراية مرة أخرى، لأنكم تقولون أنصاف الحقائق وتستعملون التقية والولاء والبراء وأمور محدثات الدين بريء منها، لأن الدين يقول الحق أولى أن يتابع. ربي سبحانه قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. في آخر الآية يقول فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، مشي لأنه كلام زيطوط ودهينة جايك على القسط وجايك على الهوى تاعك وهو باطل تسكت عليه. ما قالش ما تقولش الحق في علي بالحاج وفي دهينة وفي مرزاق وفي زيتوني وفي هدام وغيرهم. يقول أيضا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنك شنآن توفيق ونزار باش تقول كلمة الحق. فلنقل بأن التوفيق هذا أبشع مجرم في تاريخ الإنسانية. ونرجع لحادثة نزع اللافتات البلديات الإسلامية. أستحلفك بالله وبوليداتك وبالحاجة ربي يطول في عمره، أيهما أجرم؟
التوفيق اللي كان رده منطقي لما جاوا ليه جماعة الجبهة يستفسروا، وقال بأن هذا الشعار مفرق غير دستوري وغير وطني. كيفاش اعتبروا البلديات اللي مربحش فيها الفيس؟ هل هي بلديات كافرة؟ وهل كل ما يفوز رئيس بلدية جديد يعلق لي لافتة بالإيديولوجية والدين نتاعو؟ هل أجرم التوفيق هنا أم عباسي اللي قال للميليشيات اللي تكلمت عليها في منشورك وسأجيب عليها، قال للميليشيات الشبانية اللي دفعها للموت إياكم أن تتحركوا؟ شحال ماتوا؟ 8 10؟ لو كنا نخاف الموت لما استقلينا من فرنسا. يلا اعدل في هذا الموقف. هل تكلم عباسي بصفة المواطن، الصفة اللي عطيتها لعلي بالحاج، ولا بصفة زعيم العصابة الذي يعتقد بأنه أوامر الدولة ما تمشيش عليه هو؟ يلا قلت باللي اللي ما في كرشوت بن ما يخاف من النار، قلت باللي كلامي أنا مردود عليا، فقط قل كلمة الحق في هذا الموقف باش نبين لك أيضا باللي تقوله أنصاف الحقائق. أصحابك نهار رفعوا ملفك وراو للعالم عبد الله بن نعوم صاحب مقولة أنا مشروعي الحرية يا جماعة، لكن ما قالوش للناس أي حرية. هل هي حرية تسلح كما يطالب بها بودرع، ولا حرية تكوين جيش إسلامي اللي كنت قيادي فيه لاسترجاع بين قوسين الحق المسلوب بتحفظ طبعا، ولا حرية الألوان اللي كما جابهم معاه الداب، ولا حرية الأديان اللي رفع بها سوسو بوسيقار سرق أموال عائلات المختطفين بشهادتكم، ولا حرية الانفصاليين اللي حطوا يديهم في الدين المثلي ودينا، ولا حرية التطبيع اللي واحد من أصحابك يقزم جرائم الكيان الصهيوني مقابل ما يسميه جرائم الجيش اللي كان ليكم فيها مش يد فقط وإنما أياد وأرجل اغتصتوا في الدم حتى لشوشتكم. نعطيك الدليل، محمد سعيد اللي حط صورته هدام، شكون قتله؟ هل قتله النظام؟ لكن التيار اللي كان الكورون كي دوميني دون الجروب اسلاميك ارمي ناكسبتي با محمد سعيد رفض وجود الشيخ محمد سعيد كي رودوتي سا بريزونس باسكو يل ريبريزونتي الفرون اكسيتي ان بوليتيك alors que le GIA de son côté refusait toute activité politique. En fait, le GIA remettait en cause sa place au Conseil. Un an après ces embrassades, le GIA fait assassiner Mohamed Saïd et ses partisans. Zitouni, le nouvel émir, ne supporte aucune concurrence. La série des épurations commence, et avec elle, l'éclatement du GIA en divers groupes. ارتكبتوها انتوما. كيفاش تقولوا النظام قتل 250 ألف؟ شحال قتلتوا انتوما من بعضكم بعض وبشهادة أصحابكم؟ علي شاشو رحي هادو على من محسوبين ولا بتمسكين بغيتوا تمسحوا كلش في النظام؟ ومن بعد تكلمت على ميليشيات قلت بأنه النظام كون ميليشيات ومافيا. أنت هنا كلامك مردود عليك وهذا هو الدليل. يدعو كافة الشباب الذين لم يلتحقوا والذين هم في صفوف الجيش أن يقاطعوا ويعلنوا تمردهم على من يحكم العباد بغير شريعة الله. أين المحظور؟ Certains éléments du fils, désormais clandestins, ont créé l'AIS, l'armée islamique du salut. Des cassettes de propagande circulent sous le manteau pour enrôler les jeunes. أن يثبتنا ونحمد الله على هذه النعمة الذي نعمها علينا الله عز وجل وهي الجهاد. نسأل الله أن يوفقنا وينصرنا على هذا الطاغوت. أنت كنت تلايم في ناس شباب تجند فيهم، شباب مغرر بهم، مساكن سواء قتلوا أو قتلوا أرواحهم معلقة في رقبتك. شاب هذا اللي ظهر في الفيديو مسكين ما يفكش الحرف، وانت وامثالك من السفسطائيين جونغليو به بزوج كلمات منمقة، وانا متأكد انه توفى لانه هادو مساكن هما اللي طمعوهم بحور العين وقصور في الجنة، بينما يبقى دهينا في جنة الارض وهدام في امريكا يزورون التاريخ. من العدل انك تقول كلمة الحق في نشأة الجية. قلت بلي انا اتهمتكم بالتهرب،
يلا قول الزيطوط بلي انت تكذب. هل الجبار مهنا هو من انشاء الجيه؟ شوف واش راهم يقولوا العرايه. تكون الجماعه الاسلاميه المسلحه المعروفه بالجيه التي كانت تدعي انها تذبح وتقطع الرؤوس وتغتصب القاصرات وتروع الشعب باسم الاسلام والجهاد. جايبين مغربي في لا ريبوبليك يردد كلام كذب. انت استاذ زعما وقاري منطقيا، كيفاه تكون الجيه صناعه جبار مهنا ودهينا يبايع زيتوني؟ معناتها الدهينا وهدام بايعوا جبار مهنا. محمد سعيد كان يدعوكم كلكم كل الجماعات المسلحه الى طاعه ابو عبد الرحمن، فهمني فيها هذه. قد اتفقوا بالإجماع على قبول مشروع الوحدة في إطار الجماعة الإسلامية المسلحة. الله أكبر. وأسأل الله عز وجل أنكم مخلصين صادقين في منهجنا وفي عملنا بإذن الله. إن شاء الله عز وجل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا. فهمني كيفاه الجيه صناعة المخابرات، وعلي بالحاج ياخذ أمير الجيه العيادة بالأحضان. يوم تركبش الشيخ. Are we supposed to take everything you say for granted؟ تما نصدق أنا كلام لأنه قالوا الشيخ عبد الله، مجرد كلام، ونكذب فيديوهات وشواهد انتوما فيلميتوها، وكاين فيديوهات بشعة ما نقدرش نحطها والا يغلقوا لي قناة. دونك اللي داروا مزدج ما يرميش الناس بالحجرة. انتم ارهاب فعلي وهم ارهاب بريزومي برك بناء على اقوالكم، فالفرق واضح. هذو الابرياء رجل انت وحف وقطعين، وش اللي شفناه؟ رواس وما دارت هذا الشيء، هذا رواس وما دارت هذا الشيء. وعلاش 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 حنا واش درنا حنا ولا ولادنا واش داروا؟ واش داروا؟ خليني لفت نموت لفت نموت. ومن بعد وصفك لعلي بالحاج بالمواطن ايضا مغالطه كبيره. علي بالحاج كان زعيم ميليشيا، وما نعاودش نرجع للمغالطه تاع كان في الحبس، لأني أجبت عن ذلك في الفيديو السابق وقلت بأن علي بالحاج كان حاضرا بفتواه، حاضرا برسائله، وحتى قبل دخوله للسجن كان فيه عنف. لما عباسي مثلا يقول إذا أرادوا انتخابا انتخبنا وإذا أرادوا جهادا جاهدنا، ومن بعد يخرج شعار الدولة الإسلامية بلا ما نفوتيو، والديمقراطية كفر وتسقط الديمقراطية. ومن بعد تجي تبكى وتقول لي حق الديمقراطي. أنت من جهة تبكي على الفوت ومن جهة تقول لي بلا ما نفوتيو، علاش هاد الازدواجية؟ على من راك تكذب؟ يعني كان دفاعنا هو جهاد في سبيل الله، يعني notre lutte c'était le jihad pour Dieu c'est-à-dire la lutte contre l'oppression. بن حجر، هل هو صناعة المخابرات؟ ها هو بن حجر يقول بأن الذي قمنا به هو جهاد في سبيل الله، ويكذب أيضا باستخدام آية قرآنية الذين أخرجوا، وانتم منويتم الجهاد حتى قبل الإخراج، قبل بداية المطاردات والاعتقالات وبسنوات. ألم يقل كمال قمازي لو كان نقلع العباية ونلبس الكومبا نطردق له القرجومة قدام مرته؟ أليس هذا ترويع؟ واللي سميتهم انت يا ميليشيات. الدولة كانت عاجزة عن تلبية كامل نداءات الاستغاثة. واحد مسكين عايش في جبل تروح تدي له بقرة ليوكل بحليبها وبلبنها وبزبدتها أولاده، ومن بعد تجو تزيدو تقول له جيب لنا دراهم، ومن بعد يجو يدو له بناته سبايا. من حقه أنه يحمي روحه بسويجة ولا بكابوس ولا بأي سلاح، لأنكم حقرتوا وروعتوا الشعب وأفتيتوا لجواز النهب. كل واحد من بنتي هي جارنا ولا قتلوها، ولا قتلوها، عندوها من عملها ولا قتلوها. انت واش تخلي فيها؟
سمعت الدولة تساعدنا تساعدنا. رانا في لافانتيار ما بين العش وكرشوني. والعشاء لا ضو. والعشاء لا سكنة. العش لا ومن كرشوني. لحتاحية. من هال اللي قاسوا هنا هنا رانا قاعدين كيما. ما ننكروش باللي كاين أشخاص من الدفاع الذاتي أجرموا. أجرموا أولا في حق أنفسهم كيفاش يقابلوا ربي، وأجرموا في حق الشعب اللي حقروه، وأجرموا أيضا في حق الدولة التي ائتمنتهم على قطعة سلاح باش يحميوا بها أنفسهم، مشي باش ينهب بها ولا يحقر بها ولا يصفي بها حساباته. نعم أتفق معك لما تقول لا يجب أن يغتصب المغتصب، ولا أن يقتل القاتل، ولا أن يعذب المعذب، ولو أنه هذا هو القصص اللي طالبوا به ولا بطلناه. معليش خلينا من القصص. لما يقول لا يعذب المعذب فهذا فيه اعتراف أنك عذبت، ممكن مشي أنت شخصيا لكن الطرف الذي تمثله أنت، وعلى هذا نقول لك بلأنه إجرامكم سبق إجرام الطرف الثاني إذا سميناه إجرام طبعا، لأنه مشي ضربني وبكى وسبقني واشتكى. يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت بديت في العنف إذا جنين عنف، لأنك لو كنت الطرف الغالب لقمت بأكثر مما قاموا به وستبرر لذلك باسم الدين، وهنا كارثة العظمى. أنت تعلم يا سي عبد الله أنه لا علاقة لجبار مهنة بنشأة الجية، وعلى أصحابك يهضروا غير على الجية، يهضروا الناس ويا الله يس ما قتلوش. ألم يكن جناحا مسلحا لجاليوم الكذاب هدام شيبة النار ينكره؟ ما تقوليش غير صناعة نزار ولا كاش جنرال آخر. دونك السلطة لم تمنعك من قول الحقيقة، نفسك الدنيئة هي التي منعتك من قول الحقيقة، واكتفيت بقول أنصاف الحقائق، هذا إذا كانت حقائق، لأن هذا خدمك. لما تجو تحكولنا على العشرية جيبونا كتاب عباس عروة ولا سويدية، ولكن ولا واحد فيكم يقرأنا كتاب لالجيري تيرور ساكري الجزائر الرعب المقدس، ولا واحد يقول عبد الله بن نعوم أمير الله السابق، لا يهدبوها يلطفوها باش تفوت، يقول معتقل الرأي كريم مولاي بشهادة زيتوت أنه كذاب، لكن تاخذوا شهادته لما يكذب على النظام، ورانا نشوفوا القعر اللي طلعوا اليوم للخارج يكذبوا من أجل الحصول على اللجوء. واحد كان يسرق كابليات وراك تعرفها أنت ولد بلادك، كان يسرق كابليات داروه لنا مخبر سابق وجاب لنا واحد الرواية أدورمير دوبو، وفي ذاك الوقت تاني كيف كيف نورمالك طلع الخارج باش يكذب سويدية، اليوم ولا تأخذ شهادته على قناة المغاربية. عبود اللي مبهدل بزيتوت لا يستطيع الرد عليه لأنكم تكتفون بأنصاف الحقائق، تخشوا النصف الثاني من الحقيقة. ولما قلت بأنه علي بالحاج كذاب وجبان فأنا أتكلم عن الأمر avec connaissance de cause. Il n'est pas le seul d'ailleurs. محمد خواني طلب مقابلته لسنوات مثل ما دار مع أحمد سيمزاق مثلا، أنا طلبت محاورته لأكثر من 4 سنوات. عبد الكريم صغيلش طلب باش يشوفه لكن ما يقبلش، لأنه يقبل من يحاوره من جهة واحدة فقط كما منار مصري مثلا، وهذا هو الشيء اللي قالوا عليه رمضاني، قال بأن علي بالحاج لا يحاور من يخشى مقارعته بالحجة، يبغي المداهنين. دونك كيفاه نتوما تلوموا على النظام تقريبه للشياتة وانتوما عندكم أيضا شياتة؟ وزيتوت كذلك يحاور الخضارة اللي كان يشك من الروراوة لأنه من دون مستوى، ولأنه يعلم مسبقا أن السيد لن يجرؤ على إحراجه. يحاور صالحي كلب شفيق مصباح المطيع المتورط في قضية الصحفي عزيز بو عبد الله لأنها قضية 50-50، ما ضرني ما نضرك. يحاور غاني مهدي سراق المرتزق البياع لأنه المصالح تجمعهم وأنت لست بأشجع منهم، لأنك وجمع بزاف من جماعة الفيس تقولون فيهم في الخاص ما لا تجرؤون على قوله في العام. هذا الفرق اللي بيني وبينك، أنا لا أداهن النظام ولا أداهن أعداء النظام، وكما قلتها مسبق لا صداقة لي مع باطل ولو كان يجي من بويا، ولا عداوة لي مع حق ولو كان مشي غير يجي من النزار، وإنما لو كان يجي من الشيطان نفسه. وأكرر وأقول لا أنت ولا أمثالك مستعدين لقول الحقيقة،
ولا الندم قادر يقول الحقيقة. ومشي غير حقائق التسعينات، يعني حقائق أبسط من ذلك بكثير. على سبيل المثال القايد أجرم في حق شعب، والدليل هو أن بوعزة وسيني راه في الحبس، لكن لن يقروا بذلك أبدا، ولن يقولوا بأنهم أساءوا إدارة المرحلة، ويبقوا بشر غير منزهين عن الخطأ مثلكم. لكن أنتم رفعتم أنفسكم على الخطأ بحكم المشيخة. كيفاه الشيخ عباسي مداني يغلط؟ كيفاه الشيخ علي بالحاج يغلط؟ حاشاكم وتقدس سركم. وهما رفعوا أنفسهم أيضا بحكم القوة والمركز. كيفاه بوتفليقة يغلط؟ كيفاه الرئيس يغلط؟ وباش نزيدك من الشعر بيتا، حتى العلمانيين ليسوا بخير منكم. يعني لو كان تجي تهضر على سبيل المثال في سعيد سعدي، يقول لك شكون انت باش تهضر في الدكتور اللي كتب كاش حاجه؟ وبين اسلاميه بلا ما نفوطيو وعلمانيه بلا ما نفوطيو، السلطه قالت لكم رونجاسيه تفوطيو ولا ما تفوطيوش ما كان ما راح لي فيكم. وباش نكونوا منصفين، واعتبرني لافوكا دو ديابل، هاد لو ديابل يبقى احسن منكم في زوج، وبكل اخطائه التسييريه وبقصر نظراته السياسية والاقتصادية، مازال محافظ على الهوية نتاعو، على دينه، على حدوده، على سيادة شعبه فوق أرضه. أما البياع الإسلاميين فنصهم ولاءهم للسعودية، ونص الآخر لقطر وتركيا. والعلمانيين أتباع جاب الخرا والزاوي وداود، ولاءهم لفرنسا. فمشي بأمثالكم اللي راح تنصالح حال البلاد، لأنكم ما تعلمتوش من أخطاء الماضي. في التسعينات خدمتوا بعراية من أمثال عنتر زوابري وزيتوني ودي بالجيعان، واليوم أيضا بغين تخدموا بعراية. نصف الحقيقة التي تعجزون عن قولها هي أنه اللي يضرب لحمه بلا لام لن يتردد الدقيقة في ذبح غيره. هذا نفسه ما رحمهاش، كيفاه بغيته يرحمني أنا ولا يرحم أي إنسان ما يتفقش معاه، بالخصوص إذا كان طاير بسير وخزطلة. واحد كيما جليل بوعامر ولا إبراهيم الإعلامي يضرب روحه ويخرج زيتوت يكذب يقول شوهاته المخابرات الإرهابية، فمن دا يصدقكم؟ ولما تشكي كنت تقول أمريكا وفرنسا كفار، فهل يجوز أن تحتكموا الكفار؟ ولا دروك صاي من ولاة القضية تساعدكم ولا مسلمين؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، مشي إلى المحكمة السويسرية. ونعاودها لك للمرة الألف، أنا ما عنديش مشكلة مع نزار، ما عنديش مشكلة مع علي بالحاج، عندي مشكل مع الباطل اللي يمثلوا هادو في زوج، ومراوغتكم في زوج بأنصاف الحقائق تؤكد مرة أخرى أننا ما زلنا بعد. فما يجيش بالحاج يكذب ويقول أنا مستعد للمواجهة. هذا جوابي لعبد الله بن نعم. عندي رجاء أخير من السلطة، أعتقد بأنكم طلقتوا المسؤول الأول عن العشرية، طلقتوا ناس اخطر من الناس اللي راهم من اللي راكم حاكمينهم. وما نجيش نقول لك بلي ما داروا والو، بمزيتكم وطيبه خاطركم اطلقوهم يموتوا في ديارهم. ولا اعتقد بانه بنيامينه اللي في عمره 75 عام وراه مبركل بكل الامراض اخطر من مرزاق ولا من العياده. الباب اللي يجيك منه الريح بلعو وسرح. النبي عليه الصلاه والسلام قتلوا له عمه وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، اللي يخرج يروح لداره، ما يخرجش من البلاد، ما يصرح لأي وسيلة إعلامية، يروح يكمل يامته مع من تبقى من عائلته. وحتى اللي راهم في السجن بقضايا حادثة، واحد مسكين كيما حميدي وليداته راهم توحشينه، ولا محاد ولا مصطفى قيرها ولا زكريا، أنا متأكد بأنهم ما يأدوش نملة. وحتى ولو غلطوا أعلم أيضا بأن السلطة ليست بحاجة لسجنهم، بالعكس صداع الراس يولي واحد عريان كيما سليج ولا كيما جليل بوعامر معتقل رأي، ويجي واحد مفعول فيه بالسكون الظاهر على آخره بالسيجار يقول لك درنا ملف حقوقي. أمين بخا خلاك المطرح عليه، قال سيد ظهره ما حروش راه باغي يحرر المعتقلين. في جاه ربي بلا ميم لوا اللي طلقتوا بها رشيد نكاس طلقوهم بها، أو موان يقول لك تبون نطلقهم،
تفتح بها باب العهدة الثانية كما دار بوتفليقة مع قانون المصالحة، ومنها تنقص نباح الكلاب اللي راها تعوي في الخارج. نتمنى يلقى هذا النداء أذان صاغية. دمتم في رعاية الله وحفظه خوتي، والسلام عليكم.